في معجبات في عمر الشريف كمان على الصفحة. لا بس احنا عندنا معقول يكون قتل كمان؟ معقول لنا بالخبر اللي فوق. ايه طبعا انت هنا عرفت ان احنا راح ننقل لفقرة حديثك عن المرأة. انزين وانت صغير ايش كانت تعني لك المرأة والحين ايش تعني لك المرأة؟ كانت تعني لي كثير اشياء بس ما كنت افهمها مظبوط. والحين يعني تعلمت شو المرأة بسبب كان وجود الوالدة، عملت لها دراسة للوالدة، عرفت قيمة المرأة بعدين، لأنه اللي بيكون واحد هيك فريخ طالع جد ما بيعرف شو المرأة. لهلا على الصبح بس أول شيء تكون الكون بتذكر أمه، لو مش موجودة ما كانت تطور وما كانت تكون الكون. متى أول مرة قلب ملحم بركات حس بالحب؟ وقت عملت بالكلمة وعيدة دق مش لجورجيت على جورجيت دق إنساني تاني، كان أول مرة قلبي زاد. بس ما كانت من الوسط الفني، كانت من خارج الوسط. لا كانت أخطى بالوسط الفني. أي. المرأة بالنسبة لك نص المجتمع ولا لا؟ إذا كانت عاقلة إيه. ونسبة العاقلين كثير ولا قلال؟ قلال. قلال جدا نسبة العاقلين. في طمع كثير اليوم. أها. في طمع كثير. بس انت دايما تقول ان المرأة هي اللي ما تخلي الرجال يخون. ايه فيها. طب كيف؟ طب ما في عندك رجال يكون زايغ عيونه. بدها تحافظ، بدها تحافظ على كثير اشياء لحتى تخلي جوزها يهتم فيها. طب ولو عيونه زايغة ايش تسوي؟ لانه المرأة بس يتعرف علي الانسان تبقى جاي عاملة حممة دوش وريحتها حلوة وبرفان وفستان جميل جديد وشعر وكحل، يعني شغلة تبقى يا لطيف تدوخ له راسه. أيه. بس يتجوزها يكتب الكتاب او شو اسمه خلاص تنسى هاي المواضيع كلها. انت شايف الملحم بركات يقدر يكون في علاقه مثلا زوجيه او علاقه حب وما يخون؟ اذا مهمه المراه ما بخون. شو بك شمتي؟ المراه المهمه، المراه اللي بتحافظ على جمالها، المراه اللي بتعمل رياضه، المراه اللي بتخليش بطنها يكبر قدامها مشطشط، المرة اللي بزنودة ما بخشطش بتضل مثل القلع، عرفت كيف؟ المرة اللي بتحافظ على اسنانها على نفسها على تنظيف ورا دنياها على شعرها على الله على جسمه ما بيخون جوزها، فهميها هي. المرأة نظافة وجمال ومحبة، هيدي المرأة هيك بدها تكون المرأة، المرأة بدها تضل قاعدة، تضل قاعدة تزبط بحالها، بصير يغار منها الرجال، بصير يعمل مثلها كمان، بصير قاعد من... يعني هي كل شيء بتعمل. أنت بتؤمن بمؤسسة الزواج؟ مؤسسة الزواج بتؤمن فيها؟ ها؟ بتؤمن بمؤسسة الزواج ولا لا؟ طبعاً بتؤمن فيها. ليش ما بدي أؤمن؟ ليش ما بدي أؤمن فيها؟ ليه؟ طب وأنت نجحت في هالمؤسسة؟ لا. ليه؟ مش كثير. كان مين السبب؟ أنا مرتي. مرتك السبب مش أنت. انت تزوجت مرتين. لما مرة بتتجوز فنان ما هي مرتين شحش مرة لما مرة هلا فيش بلد تروحي له الا ما في عندي ولد عندي ولد ابو الاولاد. انا اذا بدك صراحة لو في قانون بالعالم بس الفنان لازم يتجوز اكثر مرة ويجيب 10 اولاد بس الفنان، لانه هيدي موهبه مش ربنا ما بيعطيه لما كان يمكن عم بكفر هلا بس انه حرام. يعني انت بتعترف يعني انه ممكن تخيلي مثلا مثلا تخيل انت عبد الوهاب ما طلع حدا من اولاده مثلا هالعبقري العظيم فريد ما تجوز على الحين ما تجوز عشان يكون في امتداد. شو الصورة هذه؟ صورة من ويانا هنا؟ ها؟ صورة من؟ والله ما عم بقش عم اولاد. شو هذا اولادك شو بعرفني بقول كمان. هذا صورة مجد؟ ايه يا عبي بلد. قولي انت اب ناجح ولا لا ابو مجد؟ انا شو كنت شاب حلو هون ناجبين الصور له. ابو مجد انت كنت عم بوت بدي صورة حلوة عم لاقي. هلو ابو مجد. ايه انت تعتبر نفسك اب ناجح؟ لا. ليش؟ فشل. ليه فاشل؟ ما اهتمتش بولادي لأن الفنان أنا بالنسبة لي أنا الفنان عنا بالشرق ما عم بيظبط حياته. زين ابنك ملحم جونيور وينه الحين هو؟ ببلجيكا. ببلجيكا بتشوفه بتتواصل وياه؟ لا. ليش؟ أمه هيك بدها.
بس انت حابب تتواصل وياه؟ كنت حابب، هلا لا. كم عمره هو ملحم جونيور؟ 16. بس حاولت ابو ماجد ولا؟ اذا ابن اصل بيرجع لعند بيو، واذا مش ابن اصل بروح. اكيد ابن اصل حيرجع مثل ما انت رجعت للوالده قبل. المرأة أول الحب كان يعني لك كثير، قلت إن الحب أذاك وضيع من وقتك سنين، صحيح؟ كثير. كم سنة ضيع من عمرك؟ قلت أنت ندمان على عدد معين من السنوات. عمري حوالي 11 سنة. من عمرك 11 سنة ضيعت يعني من كنت بعز دين شبابي وقوتي بالفن. رحت. طب والحين أنت كيفك ويا الحب؟ ضيعنا على الغرام. حب شو؟ حب. حب الملفوف كثير. حب الملفوف كثير. طيب فعلا انت قررت ما في حب انا لك من اللي فتحنا الحديث على هالشاشه تبع الام بي سي بدي لك شغله واتحدى الكون فيش حب ما في حب في علاقه ناجحه نعم في علاقه ناجحه اذا نجحت العلاقه بصير في خوف وبصير في اهتمام وبصير في عشرة بالدنيا ما في حب أنا بحب الكازوزة بحب البزر بحب البطيخ بحب كل شيء في شيء حيفوت على الاستوديو نشوفه ونتكلم عليه في شغلة الحين ويانا في الاستوديو حنشوفها سوا وحيساعدوك الشباب يجيبوها لك أوكي ايش تتوقع ايش جايبين لك؟ قفص قفص هذا شيل الغطاء لو سمحت شيل الغطاء اشوفك فرحت فيها هذا طبعا عصفور النغل جايبينه هيدا نغل ايه ايش قصته؟ هيدا ام كناره وبيو حسون ابن عائلة يعني مش ابن عائلة يعني سوري من الكلام بندقينه يعني يسمعوا سدي ويعلموا موسيقى مثل واحد ابن عربي قال شو بحب ياخد واحدة أمريكية مثلا شو القصة هذه انه شو بيجي ولاده يعني غير شكل يعني انت بتربي ما العرب رجال اكثر من الامريكان انت بتربي هذول في البيت عندك ايه وجايبهم بالمزرعة كثيرة. بالمزرعة عندي بالمزرعة ايش ميزة العصفور هذا؟ هيدا مش ميزته بس عنده مشكلة خطرة كتير هو قد ما تعلمي بيجي وقت بده يغير ريشه بصير إذا سمع زي زقت باب زت بالقطع بصير يحكي هيك زت يعمل هيك هذا كتير سائل عشان هيك مع أنه أوضاعي كتير يعني بعيش بيكسر الأمز وما بيسخن بس هاي مشكلته أنه بيلقط قوام شو ما كان بيلقط وأنت إيش بتسوي في هالموضوع صحيح بتحط له السي دي؟ لا بخبيه بمنطقه ما يسمع شيء نهائيا بس يخلص البدل اها بتغذى جسمه بيقوى مطعميه بيض مسلوق وهذا بيقوى بس يقوى خلص بتصير شو ما سمع ما بعد يلقط عرفنا انه مش هو الوحيد اللي بيغرد في بيته في عصافير كثير وياه ايش رايك قبل ما ننهي هالفقره نغني كذا شايك يلا ليش خلاص لا لسه ما خلص لسه في كلام بس خلينا نغني عشان نكمل حوارنا